السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله سوف نستعرض في هذا المقطع في الفيديو مقطع من الفيديو عن آخر نسخة للبرنامج المعروف كنترول كونسول أبي 2.60 ريف 7، وأنه يتوافق تماما مع آخر إصدار كاستمات كات 76 نسخة 6. أولا، بعد تحميل البرنامج تجد أسفل رابط تحميل أسفل الفيديو. أول شيء تقوم بفك الضغط عن الملف، سوف ينتج عن هذا الملف CCAP. نفتحه، بعد فتحه نفتح هذا الملف، تجد ملفين، ملف اسمه PC وملف اسمه PS3. الملف الأول PC، هذا البرنامج CCAP الخاص بالحاسوب أجهزة الكمبيوتر، يتم تثبيته عادي على جهازك الحاسوب كأي برنامج آخر. الضغط عليه للتثبيت، تضغط على وين وتكمل تثبيته. بعد تثبيته ستجد أيقونته كما تلاحظون، هذه هي أيقونته، هذا هو البرنامج الخاص بالحاسوب. أما الباجاج أو البرنامج الثاني خاص بالجهاز بلاي ستيشن 3، ما الذي تقوم به؟ تحضر فلاش ديسك أو هارد ديسك مفرمط بصيغة الفات فرندو، وتنقل هذا الملف فقط إلى فلاش ديسك أو فات فرندو بالنسبة إلى كوبي. سوف آخذه إلى فلاش ديسك، ثم تضغط نسخ لصق. بعد هذا الآن نتجه إلى بلاي ستيشن 3 لكي نثبت الباجاج ونكمل شرح البرنامج. رأينا بعدما نقلنا ملف الباجاج أي برنامج إلى هارد ديسك أو فلاش ديسك مفرمط بصيغة الفات 32، نذهب إلى جاس ليوناردو باجاج، ثم نذهب إلى أنستالاس فيدو فيشيدو باجاج ثم ستاندارد. سوف يظهر لكم ملف، تضغط على إكس، سوف يبدأ بتمليل أنستالاس وترميني. سوف تظهر لكم أيقوناته مع باجاجات كما تلاحظ، كنترول كونسول أبي، تضغط على إكس، اوكي. كما تلاحظون ديتكتي فريم ورك كات 76، تضغط على اكس، ثم تضغط على اكس وين انستالي، ثم تضغط على اكس، سيعيد تشغيل الجهاز. كما تلاحظون فوق كنترول ابي ظهر فوق، تضعنا هنا سقط خطينا حسنا. هذا فيما يخص تثبيته على بلاي ستيشن 3. الان ساريكم، سوف نعود الى طريقة تمرير رقم الكونسول ايد او البي سي من الحاسوب الى جهاز بلاي ستيشن 3. الطريقة تحتاج فقط ربط الحاسوب وربط البي اس 3 بالنت. سوف تحتاج اولا الى الادرس اب، فعل النت على البي اس 3 اذا كانت غير مفعلة. كونيكسيون انترنت اكتيفي، ولمعرفة الادرس اب الخاصة بالجهاز تذهب الى انفور سيستم انفورماسيون، تذهب الى بارامتر دو سيستم، ثم تذهب الى انفورماسيون سيستم. كما تلاحظ تجد الادرس اب هي التي نحتاجها. الان نعود الى الحاسوب.
الآن بعدما رأينا طريقة تثبيت البرنامج أو الباجاج على الجهاز بلاي ستيشن 3، الآن نأتي إلى طريقة العمل بالبرنامج على الحاسوب. أولا نفتح البرنامج كنترول كونسول أبي بالضغط مرتين، سوف تظهر لك هذه الواجهة. أول شيء تقوم به تذهب إلى خانة الفايل، ثم تضغط على Add Now Console. هنا بي سي تروى نيم، تعطيها تسمية كما تريد، أي اسم تريده، وهنا الأدرس إيب كما وضحت لكم من قبل كيف تعرف الأدرس إيب الخاصة بالجهاز بلاي ستيشن 3. الآن بعد إضافة الأدرس إيب تضغط على بالزر الأيمن، ثم تضغط على كونكت بي اس اتش، تضغط على ريفرش. كما تلاحظون فريموير 76 كونسول تيب 6. الآن الجهاز بلاي ستيشن 3 مرتبط مع الحاسوب. أين تذهب؟ تذهب إلى خانة الكونسول إيد. هنا في الخانة الأولى تضع الكونسول إيد الذي عندك. مثلا أنا عندي هذا كونسول إيد مبند، هذا كونسول إيد مبند. المهم أنت تحضر كونسول إيد غير مبند، ثم تضغط على ست. تضغط على هذا الخيار. كما تلاحظ أسفل جهاز بلاي ستيشن 3 الفيديو كما تلاحظ أسفل جهاز بلاي ستيشن 3 الفيديو الذي يأتي من قبل أنه تم إرسال الأسفل أنه تم إرسال كونسول إيد. الآن ثم تضغط على الذي يأتي من قبل أنه تم إرسال الأسفل أنه تم إرسال كونسول إيد. الآن ثم تضغط على زر سيت بوت اي دي ال اس لتثبيت الكونسول ايد مباشرة على الجهاز بلاي ستيشن 3. سوف يظهر لك هذه الرسالة على دليل على انها تم تثبيت الكونسول ايد. هذا فيما يخص كنترول كونسول ابي، ولاحظتم انه يعمل تماما مع كاستمات سيفا وكات 76 نسخة 6. ودمتم في رعاية الله وحفظه، وفي شرح اخر ان شاء الله. سلام.